markii la weysaysta kadib waxaa jirta duco la akhristo, laakiin intaan la weysaysanin ka hor duco la akhristo iyadana ma jirta. Hadday jirtana maxay tahay? Haddaysan jirin dadka maxay akhriyaan? Ducada weysada kadib la akhristana maxay tahay? Faa'iidada aan ka helaayo inaan akhristana maxay tahay? وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ أحمد، دكتور أحمد، أنا أخو السلامة يا عبد الولي فروم كندا، وكيف شو قارتي ألعبتي ما إن شاء الله كتابة غروح لبضنا دعوين كدرك تبضنا أدوني أقربة مركا إن شاء الله وغير بنقول رجينا أرجع ميوان هلأ غير الله تصير فائدة ويد الله بس إلهي ما بيشيبه ما شاء الله الحمد لله مركا ساو وجو أنا قبل ده إذا يعرفه كل وان شغلتنا وان وضو وضنا إلهي بس فائدة نسيبه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا إله إلا درس جعل مال ودونك تجوكتان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحلقة دي تضبات أما دعاء دي تضبات وبرنامج هي أها أربعة والبقية دعاء عصب دعاء قابل او اد او قيمة بضن او انك قادنيني كتاب كيني قيمة هبدنا او لده هاي مالي والب فرحد كو قرنيد بقل دعاء كبضن عربي اي صومالي اي كو قرنيين ولا ليال دعوين بضن انك سوشي كيني ما انتن ان شاء الله تعالى وحان ربا انان كل وذاقو دعاء اد او قيمة بضن انتن دعاء ذا كوشيقن وحان ربا انان كوشيق ورتمجرتا دعاء لا اقرستو انتن لويسي سنين intaan la weysiisin duco la akhristo haba yaraatee ma jirto. intaan la weysiisin hal wax un baa la dhaa weysada intaan la bilaabin bismillaah magaca ilaahay un baa la sheegaa oo bismillaahi wax kale duco kale ma jirto maya. wejiga markii la dhaqanayo duco la akhriyo ma jirto maya. gacanta markii la dhaqayo duco la akhristo ma jirto maya. gacanta kale markii la dhaqayo duco la akhristo ma jirto maya. madaxa markii la tirayo duco ma jirto maya. dhegaha duco ma jirto no. lugaha duco ma jirto maya. دعو لا أقرستو ويسادة كهور أما دحدة هذا ونبي كسوكناتي مجرتو قفكي هايان هسوق ورميشان هسوق ليو لكن مجرتا جوابتا وحاواي ميا وحوس النبي قسمينين واختيقا هايساقر دومينين خير الله قسية وحوس النبي قسمينين واختيقا هايساقر دومينين because for sure وحايه وقت مباكا دوماي لكن أجركو مهليسد واي وحا أجركو هليسد حبيبك يا محمد صلى الله عليه وسلم أيا كوشيغي سيدا الله سمييو وقتيغا الله سمييو إيا وحادكو هليسد هدو النبي محمد صلى الله عليه وسلم سميه وايبو ما أديغا اللي فنيسد ما يما اللي فنيسد لكن أنا قفان كم مقلي قفكا كم مقشي ميو انتوكا كيني أسنو قفكا لوكسون فاينل شيطان موكسون مقلي دعا ذا او اقرسني ست هان نقطه الدعاء صحيح مجعلي دعاء كان كو هليس او صحيح هين دعاء ان كو سو غد بناي او ويران واني اهاتو حسن سا اوغنا هي دعوينك اما احاديث النبي صلى الله عليه وسلم علمي اهان وقاضو كسكناتي وحاوا كو صحيح صحيح معناه وحاوا قفك هضلا يا ملا صحيح وحاكو حيغا مرك صحيح لغيره صحيح واي لكن وحو صحيح كون نقضي حديث كان كلا يا لا اهان وصحيح كون نقضي وحاجر حسن او ليفل سدحاده ووناكسن هي حوغو درجة المسوقارين وناك واي حسن واي وحاك لو جر حسن لغيره حسن وناك سيه أو ولي ضعيف ما أهن لكن صحيح مقارن لكن حسن حوكي لغيره وحي كوسي ما كميشا سوكلو مجرته ضعيف أما ممكن أم وحكا لا استعماله. طيب أنا كون كو شيء مركا وحاواي حديثك أو هوسي وإنه نغضو حسن إنه نغضو إن شاء الله تعالى انت سبان كوسو قد بنا دعا جرت مركا ورسولك صلى الله عليه وسلم إنه شيء إلا أقرستو مركي لو يسيستو كدب
ducadaasna waxay ku jirtaa bayjka 19aad oo kitaabkeena maalin walba farxad ayay ku jirtaa. Tayib, ducada waxaa inoo warinayo Cumar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, amir al-mu'miniin al-Faruq ayaa inoo warinayo radiyallahu anhu, wuxuu yidhi qaala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, xabiibkeena Muxammed sallallahu alayhi wa sallam wuxuu yidhi maa minkum min axadin yatawadda fayablugu ama fayasbigu lwuduua, ma jiro qof idinka idinka mid ah oo weysaysanayo laakiin u weysaysanayo sida ugu fiican uu nebiga u weysaysan jiray. Maalin kastoo khamiisoo beri oo kale waxaan soo gelinaa salaada iyo axkaamteedaan soo gelinaa, waana ka sheekeynay sida loo weysaysto ee ku noqo maalin walbo khamiise. Barnaamijka playlistiga YouTube-ka waxaa ku arkay salaadi iyo axkaamteeda sida loo weysaysto, leena weysada waxay kamid tahay shuruudu salaadi kamid tahay, waa ka soo sheekeynay ku noqo fiiri insha allah tacaala. Qofkii saas u weysaysto weysada ku xeel dheeraado, dadka qaarkooda markuu qabo wax jiro biyasan saasaan wali gujigisan saasaas uu leeyahay maya, inaad si fiican u weysaysatidaa loo baahan yahay, shardiga kuu baad waaye. ma minkum min axadin yatawadau fa yusbigu lwuduu ama fa yablugu lwuduu, qofka weysada meel fiican ku xeel dheeraana si fiican ugu weysiisanay, kadibna dhahaayo oranaayo ducadan ashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أنت بس توحيد بصمه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. مجرو قف ويسي سناي سفي عن ويسي سناي كدي من الدعاء أغري سناي إلا هدوجرو قفكاس سديد الباب وجنة يا لوفوا هذا هذي sideeda albaab oo janno ayaa loo furay aniga ma ku dhihinaya xabiibkeena Muxammed sallallahu alayhi wasallam ayaa wuxuu yiri futihat lahu abwaab aljannati althamaniya yadkhulu min ayiha shaa, ku rabo ku doonu ka gala. Xadiidkan waa saxiixo, imaam muslim ayaa soo saaray raximahullahu tacaala. Xadiidkan waa saxiix. Idan haddaa rabtid sideeda albaab janno in lagu furo maalinta qiyaamo, sideeda albaab janno ka adiga rabtid aad ka gashid weysayso si fiican u weysayso, qubqac qubqac ha ka siinin, weysayso siduu nebigu u weysaysan jiray. Haddaadan garanaynin khamiista xalaqooyinka aan soo geliyo salaadii axkaamteeda ku noqo fiiri, waad ka helaysaa siduu nebigu sal alay slam u weysaysan jiray naxwa wuduu'i aada si u weysay si u dhow xabiibkeena si u weysay exactly ma weysay kar, laakiin waa ku dayanaynaa markaas saas u weysaysatid kadib aad tiraahid ashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah wa ashhadu ana muxammadan cabduhu wa rasuuluhu, sideeda albaab oo janno ha lagu fura kaa adiga rabtid aana ka gelaysaa. Weli ma aragtay duca ka qiimo badan oo ka macaan ma aragtay may ducadaas bis ma la akhristaa markii la weysaysto? Maya, laba duco kalaa jirto la akhristo oo mid walbana fadli gooni leh. Labadaas duco waqtigaa naga dhammaaday, arbacada soo socota iyadana kugu soo daraa insha allah tacaala. Khayr allah ku siiyo, allah ku xifdiyo, ducadan akhriso, sideeda albaab jannad qofka lood furayna allah nagu dara. Aamiin dhaha. Jazaakumullahu khayr, barakallahu fiikum. Ilaahay darsaydiin jeclahay waa inuu arbacada soo socoto iyo duco kaloo cusuboo aada u qiimo badan oo aada u gaabanoo aada u macaanoo aada u faa'iido badan ilaa arbacada soo socota laga gaarayo, waxaa lagaa rabaa ducadan inaad xifdisid oo aad ku camal fashid oo aad walaalaha la sii gudbisidoo la sii wadaagtid. Bakhiilna ha noqonin, khayr allah ku siiya. Jazaakum allahu khayran, baraka allah fiikum. Ilaahay darsi jeclahay. Asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuhu.